قتل أن أبو بكر كان مع النبي في الغار. صدق كان في الغار ويا النبي. أولا إذا كان بالغار وهذه مو فضيلة. علماء ذاكرين هذا المطلب. إذا كان في الغار الآن قبل هذه المرحلة كان مع النبي في الغار أو ما كان مع النبي في الغار؟ هذه الماكنة التي تصنع التاريخ مو محتمل أنه صنعت هذه المفردة. وأكو كتاب ألف الآن ما أريد أأيد هذا المطلب أو أنفي هذا المطلب. كتاب ألف أن أبا بكر لم يكن مع النبي بالغار سالبة بانتفاء الموضوع. هذا كذا صنعه معاوية وأمثال معاوية. واحد ثاني كان مع النبي في الغار عبد الله بن بكر فحولوا القضية إلى أبي بكر. يعني شوفوا هؤلاء أفراد حكموا بني أمية قد حكموا كم عام؟ 1000 شهر حكموا. يعني كم عام؟ 80 عام تقريبا. بني العباس كم حكموا؟ يمكن 500 عام تقريبا. التاريخ كان بيدهم، وعاظ السلاطين كانوا يكتبون، الحديث النبوي كان ممنوع. فذول شنو فعلوا؟ انتوا لاحظوا حكومة الآن تعيش 30 عام 40 عام شنو تصنع في التاريخ؟ فهؤلاء الذين حكموا 600 عام أو أكثر أو أقل ماذا فعلوا في التاريخ؟ وكل شيء كان بيدهم وما كانوا يتورعون من أي محرم. سفكوا الدماء، قتلوا الأبرياء، هتكوا الأعراض. في ليلة واحدة واحد منهم كان يقتل 60 علوية. كان عندهم مانع من الاتهام والكذب والدجل والتزوير. أحد الخطباء قرأ هنا أنه فلان الكذاب من أولاد الأئمة صلوات الله عليه. الوالد رحمه الله بعد ما كمل قال إذا يوم القيامة هذا أخذ قدامك جعفر وقال أنا هذا كذب كان بني العباس اختلقوا هذه الكذبة. قلت ليش قرأت فوق المنبر؟ شنو جوابك؟ هؤلاء الذين ما تورعوا من قتل الأئمة كان عندهم مانع من اتهام أولاد الأئمة. تلويث بمختلف الصور. معاوية اللي ما كان عنده مانع أن يقول علي بن أبي طالب ما لا يصلي تارك للصلاة. أبو هريرة اللي ما كان عنده مانع من أن يقول إن من أحدث في المدينة فعليه لعنة الله إلى آخر حديثه. هكذا كانوا يتكلمون. عندهم مانع من الكذب والاتهام. فالحقيقة هذه المفردات التي كلها تصب في تيار معين هذه كلها يجب أن تدرس من جديد.